حول هذا الموضوع أكدت سعادة السفير فاطمة عبد الله الضاعن مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية، أكدت في نشرة سابقة أن كلمة مملكة البحرين في الأمم المتحدة تبرز المفهوم الراسخ لدى المملكة وقيادتها في تعزيز الأمن والسلم الدولي. إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الانفتاح في العلاقات الخارجية، كما تؤمن ببناء الشراكات استنادا إلى مبادئ ثابتة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين. ولذلك جاءت كلمة صاحب السمو الملكي حفظه الله لتقدم رؤية شاملة ومتكاملة لمواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. ولا شك أن هذه الكلمة الكريمة تتوافق مع مضمون الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم في القمة العربية الأخيرة التي استضافتها المملكة. لا يمكن وصف مشاركة مملكة البحرين في الدورة الحالية للجمعية العامة بأقل من كونها نموذج فريد للنهج الدبلوماسي المتزن، نموذج فريد للدور النشط في دعم القضايا المفصلية والمحورية للمملكة وجهودها الفاعلة في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين. كما استطاعت المملكة وبكل اقتدار أن تؤكد على حرصها على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف.